الناس ساعتها ازاي، ولازما وهنشوف ومش هيرجع وهيرجع والكلام الكتير اللي انتوا سمعتوه. وقتها كان الموقف واضح جدا في المسارات اللي النادي يمشي فيها. مشي في المسار الرياضي او مشي في المسار القانوني، لجأ للطرق القانونية الشرعية وطلب في الشق المستعجل ايقاف قرار اتحاد الكرة بتمديد عمر المسابقة. طيب مركز التسوية والتحكيم وقتها باشمهندس مدد نظر القضية إلى 2/7، يعني بعد ما البطولة هتستأنف، فبالتالي أصبح الاستمرار فيه غير ذات جدوى. كان التحول القانوني بالنسبة للنادي أنه طلب الاحتكام في الشق الموضوعي. تم نظر الشق الموضوعي، الأهلي سار في المسار القانوني عبر كل القنوات في مركز التسوية وسار في المسار الرياضي. الناس كانت فاكرة أن الأهلي عشان مشي في الناحية القانونية يسيب الدوري لغيره ياخده. الأهلي سلك المسلكين بكل الاحترام والتقدير لكل الأطراف، بدافع عن حق الرياضي وقد كان أستمر وأنافس وأخذ الدوري، وأمشي في المسار القانوني لإثبات الحق للإنقاذ أو إنقاذا للمصلحة العامة يا باشمهندس. اليوم أقر هذا الحق،